سوف تقوم مروحية ذات محرك مزدوج الدفع بالقيام بغسل عوازل الأعمدة الكهربائية الناقلة للتيار العالي التوتر لفائدة متعامل وطني متخصص في نقل الكهرباء. هذه العملية من شأنها أن تمنع الانقطاعات الكهربائية على مستوى المنطقة الغربية، أين من المزمع أن يتم الانتهاء من المنطقة الغربية حسب برنامج مسطر مسبقا لتنقل فيما بعد إلى وسط البلاد ثم شرقها إن شاء الله.